من أسباب الخشوع في الصلاة عملية التبكير إلى المسجد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير معناه التبكير يعني، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. وفي حديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. دايما اللي يدرك التكبيرة الأولى ده معناه اللي هي تكبيرة الإحرام يعني، معناه أنه مبكر لليه للصلاة. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى مع الإيمان إلا وكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من اليه من النفاق. يعني بسبب بس أنه أدرك تكبيرة الإحرام أصبح من المبشرين بليه بالجنة، ومن الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن النار. بس 40 يوم متتالية هكذا في الصلوات الخمس يدرك التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام إلا وكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من الايه من النفاق. يبقى دي دلالة على التبكير إلى الايه إلى الصلاة، لأنك أنت لما تحافظ على الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مش في صلاة واحدة فقط يعني، فإنما في 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 الصلوات الخمس، وتدرك التكبير لا تأتي مثلا في صلاة من الصلوات في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة، أو تأتي بعد أن انتهى الإمام مثلا من الايه من الصلاة، وليس يوما واحدا أو 10 أيام أو 20 يوم، وإنما 40 يوما. أنت عارف الإنسان لو عود نفسه أصلا على الصلاة في جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى، ده خلاص يعني سيتعود على هذا الايه سيتعود على هذا الامر. ان الانسان لان الاعمال الصالحه بتاتي برضه بالتعود، اي نعم الانسان بيجدد فيها نيته لله سبحانه وتعالى، لكن اذا عود الانسان نفسه على الصيام سيصوم، اذا عود نفسه على التبكير الى الصلاه سياتي الى الصلاه مبكرا، لكن ان عود نفسه على ان ياتي الى المسجد متاخرا سياتي دائما متاخرا. ولذلك انت تلاحظ مثلا الناس الذين ياتون الى المسجد، هناك اناس اعتادوا ان ياتوا فقط يوم السبت، ليس في هذا حرب، أنا لا أذكر أحد يعني. اعتاء، وفي ناس اعتادت أن تأتي يوم الجمعة. لا، ما يعني إيه الفرق بين يوم الجمعة طب يوم الأحد مثلا؟ طب ما أنت عندك بيكون يوم الأحد أجازة، لماذا لا تأتي؟ بس هو تعود أن يأتي يوم الإيه؟ تعود أن يأتي يوم الجمعة، أو تعود أن يأتي يوم الإيه؟ سولو السبت، سولو سبت يعني، سبت وحدته. فالمقصد ان الانسان لو عود نفسه على امر ما يتعود عليه. لا، انت يعني دائما علماء تطوير النفس او تطوير الذات يقول لك فكر خارج الصندوق، يعني اخرج خارج الصندوق اللي انت حاصر نفسك فيه. لو انت حاصر نفسك مثلا في الطاعه فقط يوم الجمعه او في الطاعه فقط في شهر رمضان، لا، لابد انك انت تخرج خارج هذا الايه الصندوق وتنافس في الطاعات وتتسابق في الايه في الخيرات. فلو عودت نفسك على الاتيان ستاتي وستشعر بالراحه والسكينه في بيت الله سبحانه وتعالى، ولو عودت نفسك على ان تاتي مبكرا ستاتي مبكرا، وهكذا. فالانسان لو صلى 40 يوما يصلي وهو مدرك التكبيره الاولى، بعد ال40 يوم لن يقول مثلا خلاص انا كده عملت 40 يوم في جماعه ادرك التكبيره الاولى، خلاص هو تعود على هذا الايه على هذا الامر. ولذلك تجد بعض الناس سبحان الله تعود على صيام الاثنين والخميس فاصبح بالنسبه لهم كانه فريضه، يعني ياتي يوم يعني هو برمج نفسه على ذنب، او صيام 3 ايام في وسط الشهر فهو برمج نفسه على هذا الايه الامر، اصبح الامر بالنسبه له فيه سهوله وفيه يسر، لانه جاهد نفسه في طاعه الله فهداه الله عز وجل. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سوره مريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا وان الله لمع المحسنين.